السلام عليكم لافامي مرة واحدة أخرى، إن شاء الله تكونوا مزيانين، نهاركم مزيان كما العادة. معكم أكرم مرة واحدة أخرى. دابا غادي نمشيو للبحر إن شاء الله، لقينا الحوت، خليكم معنا. البطويات مخرجين الحوت فريش من البحر، إن شاء الله نشوفوا إلا لقيناهم، ناخذوا شوية الحوت للغدا إن شاء الله. ثم كما تشوفوا جينا لحدا البحر فين تنزلوا الصيادة. هذه 59 دقيقة الصباح، بطبيعة الحال احنا عندنا الصباح. سولنا الناس هنا، قال لك الصيادة تدخلوا على هذا الوقت 10 10 و4، مابغيناش نبعدوا بزاف نتمشاو في البحر باش ما نتزاقلوش معاهم. خليكم معنا نكتشفوا الحوت اللي تيطلعوا الصيادة دابا. وانا ما تنسينو احنا الصيادة يدخلوا، خليكم مع هذه اللقطات.
الان هذه 10:30 واحد الباطو جاي دابا داخل ان شاء الله يكون جايب شي حويتات مزيانين تشوفوهم معنا. أول باطو دابا داخل، خليكم معنا تشوفوا. Matanya deh, pamukuk belajar pun. Oh, dia. Dia, matu mana kalau. Kepilih belajar pun tau.
What is that? A baby crab egg. Baby dragon egg. Baby crab egg. هذا ممكن ما تشوفوا معنا الاخوان البطو دخل السحام الناس كانت تساين دخل معنا 10:35 دقيقه تقريبا المدام راه تما تاخذ شويه ديال الحوت الغداء ان شاء الله هو شعب تيعشق الحوت ضروري الحوت ضروري يا الغداء يا العشاء مهم لازم يكون الحوت فوق الطبله ديال الغداء ولا العشاء يلا خليكم معنا نتغداو جميع مرحبا بكم هما خدينا شي حويطات ان شاء الله نقليوهم في الغداء خليكم معنا كما قلت لكم اوكي انتم تشوفوا وصلنا للدار الحمد لله الحراره والله الا رطوبه عاليه بزاف عرقنا لحقت تستاهل خدينا حويجات فريش من الفلوكه ديريك وان شاء الله تكون تعجبكم الفيديو مشاهده ممتعه وما تنساوش ديما سبسكرايب شير ولايك Yeah.
ودابا كما تشوفوا القصه الغداء، مرحبا بكم معنا في المائده ديال الغداء. عندنا الحوت اللي شرينا الصباح، مازال مدام تتقلي شويه، وعندكم الشوربه ديال الخضراء تسميوها لاسوا، فيها الملوخيه والقرعه، الوراق ديال البطاطا حلوه داك بحال المره اللي فاتت. ماما يلا على بركه الله، بسم الله.